اللاعب الوحيد اللي لعب مع ثلاثة فرق كبرى مع بعضهم، النجم الترجي النادي الافريقي، ابار التجارب الاحترافية الأخرى ذولي النجم نسألك أنا، أنا هو الفريق اللي أقرب لك، ذولي صعيب شوية باش تجاوب. هذا سؤال بديهي نسمع فيه من اللي بطلت كورة، أما الحاجة الباهية مش كوني لعبت في ثلاثة جمعيات، الحاجة الباهية لكوني نمشي لأي بارك، معناها نمشي لسوسة، كنت في سوسة، نمشي بارك سبيرونس، نمشي بارك كلوب، علاقتي باهية في ثلاثة جمعيات هذوما. جامي عمل جيست خايب الحمد لله رب العالمين لبطل الكرة، احترمت جماهير الغفيرة متاع الترجي متاع الإتوال متاع الكلوب. أنا هو الفريق اللي يقرب لك اليوم ليكيب ناسيونال. لا ماشي جماهير، حوار الصراحة باش يبدا. انت توا مين انت توا؟ لحظة خلينا نخدم منصة. اي سامحني بعد 50 سنة بتحب تعمل حاجة زيادة انت توا. الفريق الأقرب إلى قلب الرياض اجلس المنتخب هذايا معناتها سي بون هذايا اللي نحافظوا ونعرف. عديت في الإتوال 9 سنين. إيه. في العمر نتاع الشباب تاع زياد بين 20 و30 وهزيت تيتروات الكل مع النجم الرياضي ساحل. بطبيعة الحال فضل يرجع الرب سبحانه اللي أنا كملت كارياري بالباهي ومن ثم للنجم الرياضي ساحلي اللي مشيت بيها ليكيب ناسيونال. من بعد نشكر النادي الافريقي اللي عطاو فيه ثقة ونشكر زاد الترجي الرياضي التونسي اللي كملت فيه كارياري. ما يستحقش ما يستحقش مقدمة. ما تستحقش معناها باش نقول لك أنا هو أقرب وأنا. إي مستحق لا يستحق. كلهم قراب ما دام تقمصت. عندك الأقرب. تقمصت زيهم الثلاثة. كل وين لعبت وكل وين لعبت لعبت قلب برب ما. هذا ما يشك فيه حد. الام ولا كل واحد في وقته اللي يلبسه كل واحد اقرب الام ولا البو عنده ثلاثه صغار يحبهم ثلاثه اما عنده واحد اقرب الى قلبه. هذا سؤال واضح. قولي ما نحبش نجاوب نتحفظ بالاجابه نفهمك اما تقوليش المنتخب باهي احتفظ بالاجابه. علاش تحتفظ بالاجابه؟ اخي انت قلت لي تحب تحتفظ قلت لك ايه. هذا حوار معناتها كيفاش هو هذا حوار فريد والله يا امين. انا مش نقول لك الحقيقه معناها توا مثلا نحب نتفرج على ايكيب تمتعني توا مثلا توا ايكيب اللي تفرجك توا توا فما الرجيش فما باجا فما سليمان فما تطاوين توا ما عادش نجم تقول الكلوب تلعب مع الرجيش حتى اللي يلعب بروم سبور ما يحطش كلوب ترب ترجي تلعب مع سليمان وكذلك معناتها توا تبدلت الخارطه نتاع الكوره حتى عالميا ما عادش فما يونيكيب معناتها ضعيفه وجمعيه اخرى مستوى ولا قريب البعض وتربح الماتش قبل ما يتلعب. به بعيد على الكوره تسمح لنا ندخل نسالك بعض الاسئله يمكن مش تسالك لاول مره. ما عندك حتى مشكل يزيني ناخذ الاذن من عندك ساعه قبل. به مريت بفتره صعيبه شويه رياض وكنت موقوف شديد الحبس. علاش كنت موقوف؟ أنا ما ريتهاش فترة صعيبة. هو ابتلاء كما كنت نحكي ابتلاء لطف والعياذ بالله في المرض في الغنى في الفقر في الزين في واحد مش كامل في بدنه اكسترا كلها ابتلاءات من عند ربك. درت العالم الكل. لعبت في ليكيب ناسيونال من أوسع أبوابها، لعبت في الجمعيات الكبار في تونس. عندي برشا عباد تحب رياض جلاسي. قعد الحبس بلاني يا ربك بالحبس عندي جمهور لقيته غادي معنا. مجهود مش عارف شفت الحبس. مش نجاوبك لاحق قلت لي انت محنه ما صعيبه. ما نجمش المحنه الحبس يكون حاجه باهيه. ما تنجمش تكون حاجه باهيه من الاول بكل كانت صعيبه على الاخر لكن من بعد تلقى روحك فرحان اللي انت ما دخلتش لا على براكاج يعني لا على سرقه. خليني نعمل لك شويه سسبانس. ديريكت انت وقفتني مره اخرى معنا. قضيتي كانت مشرفتني ولا انا حكيتها برشا مرات. انا الراه ما تشرفش. انت راه تشرف انا الراه ما تشرفش. هذا رايك. اي معناتها تقول لي كانت تقول لي واحد يعتدي على عون امن تشرف. انا نقول لك هذا ما يشرفش. يستر ربي انت وكان جيت انت تبحث راني تعديت لي ارهاب. لا انا نحكي بصراحة. معناتها عبد يعتدي على عون امن انت تراه شرف انا الراه لا. وقت اللي عون امن اونتر كيومي ما يعرفش يخدم. شي يوقف نورمالمون انسان بعد التحيه كنا نرفعوا السلام عليكم من فضلك اعطيني الاوراق. وقت اللي عاون امن يضربك بالطرش ويسب لك امك اعطيني انت مخك الام اللي كنا نتحدثوا عليها. في جميع الحالات فما قانون.
مش قانون البنيه، فما قانون. شوف قانون البنيه ولا مش قانون، لا لا ينجم يكون واحد حتى رده فعله تنجم تكون كانت غالطه في الوقت هذاك. صحيح هكا نبدا نسمع. سامحني سامحني، مش معناتها هو تصرفه صحيح حرام. انا حاولت نتجاوز وراني الموضوع هذا. هم الزخوات ينجموا يتعاركوا في الدار، ولاد حومه ينجموا يتعاركوا. كي نقول لك هضم جانب موظف واعتداء بالعنف شديد تعديت لي قضيتي مشرفتني، مش معناتها فرحان برشا اللي انا دخلت الحبس. تعديت على حد والله لا يقدرني على ظلم حتى حد. ضربت بوليس هكاك. شكون قال لك اللي هو ما ضربنيش؟ شكون قال لك فما شهاده طبيه فما معناتها شنو؟ شنو شهاده طبيه؟ معناتها البوليس ما جابش شهاده طبيه؟ ويسال ماله تو في تونس اي واحد نجم يجيب لك شهاده. هكا نشكوا في كل شيء، انت ضربته ولا؟ شنو نشكك؟ ضربته ولا؟ لا ما ضربتوش. تبلى علي. قداش عديت في الحبس؟ عديت 8 شهور. اما فما طرفه صارت هي. انا ما كنت اعديه الفيتير اللي عديتوه تو. ملاعب تاع كيب ناسيونال، لاعب دو كوب دي موند، دو كوب دافريك، اكسيتيرا. كنت نعرف الوزرة كلها انا وانا من القصر الكل في تونس. كي دخلت الحبس نلقاهم في الحبس. كنت نعرفهم من برا في الكوره وكل. كي دخلت الحبس نلقاهم زاد غالي. كانت علاقتي معاهم من برا محلاها والداخل كيف كيف. ندمت عليها ولا شنو ردت فعلي؟ لا ردت فعلي كانت تعود لي نعاود حتى بعد ما عديت 8 شهور حبس. والله كان عدي 8 سنين. ما يقبل بالإهانة، وبالرغم اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك القوي والقوي ربي اللي يتحكم في روحه لحظة الغضب، ولكن فما غضب من غضب. شكون من صحابك ما سألش عليك في المحنة هذي؟ ما سأل علي حتى حد، حتى من كورجي صحاب. اي وعملت بوليميك من بعد ما شبعت حبس وخرجت معناها. حتى حد ما اثارها الحكايه. شكون اللي غضبتك منه؟ انا كنت نتمنى خاطر انا توا بدلت نظرتك بعد هذايا رياض خليك معي. بدلت نظرتك انت للصحبه بعد اللقطه هذه، بعد ما صار لك هذي، بعد الحادثه هذه، بعد السجن، بدلت نظرتك للصحاب؟ ما عادش تغزل الصحاب كما قبل؟ ديما يقعدوا اصحابي، انا ما بدلتش نظرتي، يمكن عندي احتراز معناها ولا احترازات. احنا عندنا اسوسياسيون تاع لي زيكس انترناسيونو. لا موندر دي شوز كانوا ينجموا يعملوا اجتماع، فما عندنا عنصر معانا. خاطر تو كي نمشيو نتقابلوا تو ديما انا المركي. كلها بطبطت، كلها سمنت، اللي بارك الله فيهم معناها اللي مش على قبل على تو معناها. كانوا ينجموا يعملوا اي حكايه، على الاقل ما حاشي باش يدافع عليا حتى حد. ما حاشي ينجموا يعرفوا اللي انا بالك ظلمت انا. وفي بالك اللي انا تظلمت، اما انا ربك سبحانه بعث لي شكون خذا لي حقي. اش معنى؟ للقاضي الحق ان يحكم بوجدانه. فما قانون وفما روح القانون. هي شنو صار؟ هي انصفني القضاء. ما تحكمت من الاول بقداش؟ لا خاطر هي فما خفايا اخرى ما يعرفها حتى حد. قداش تحكمت وقداش عديت؟ انا تحكمت باقل حاجه معناها. اما انت كان ترى معناتها الجرائم اللي زادت اللي حبوا يحطوني فيها اول مره نقولوا كلام. انك لاعب مع المنتخب ولاعب مع اكبر فرق في تونس ما شفعلكش هذا انك تلقى حل وتلقى صلح. ثوره سخونه وقتها وفي بالهم انا اللي كنت فيروس حشاكم في تونس، حاشا اللي تفرجوا علينا معناها. فما مش ناس كل تنجم تحبك، فما شكون يغير منك، وفما شكون يحسدك، وفما شكون يحب يغسل يديه فيك معناها. تو كي وقف رياض جلاصي بالنسبه لي هو حاجه كبيره برشا معناها. انا نهارت جلستي قلت للسيد القاضي الموجود في المحكمه، قلت له لو سمحت لي المحكمه بدقيقتين فقط. لعلمكم يا سيادة الرئيس وأن مستواي الثقافي سنة 7 وكنت قد انقطعت عن دراستي من تلقاء نفسي. لم أكن يوما من ذوي السوابق العدلية أو ذو سمعة سيئة، حصل لي شرف وأن ارتديت علم بلادي وشاحا ووساما على صدري. أنا لست متضلعا بالقانون ولكن لي ثقافة محترمة. حينما أشار له عون الأمن بالوقوف فامتثل، ولما طلب منه اوراق السياره نزل ضربهم وشتمهم واعتدى عليهم. خجيت انا معناها. فما حاجات ما تقبلش بعضها. تو هو اشار لعون الامن انا وقفت. هو قال يعطيني بطاقه تعريف وانا سبيته.
بربي شكون اللي نجم يصدق هذه؟ شكون اللي عاقل نجم يفهم الحديث هذا؟ يفهم حديث ما يجيش معنا. أما كي صارت معناتها الحكاية ويمكن لقاو اللي أنا هذاك هو اللي نلعب في الكورة ولا ما نعرف شنو، هاكا هو تولي بونتويت، مركي بونتويت أنا فلان فلاني. معناتها قد ما مركيت بونتويت في الآخر تمركي لك بونتو. أما نحمد ربي اللي مانيش باش يدخلني ربك الجنة على أربعة بونتو مركيت. على باش نظلم عباد وإلا باش نتعدى محلاني في الدنيا هذه في الامتحان نتاعي. نجم نسألك سؤال جاوبني بصراحة. أنت أنا لهنا تسأل فيتي خضيتني يا معلم. خوك وينو صراحة؟ عندي خويا مخطوف في ليبيا من الثورة نتاع ليبيا، خويا الكبير. عنده 10 سنين. أكثر ما. والكلام هذايا قلته. إن شاء الله يرجع مع الصحفيين نتاعنا اللي ربي يفرج عليهم إن شاء الله، معناتها وعلى رئيس الحكومة الجديد نتاع ليبيا اللي قال نوعد أنا باش نسيب الناس كل ان شاء الله يظهر حي اصلا. انا امي لتو مريضه. عندكش معلومات على اخوك؟ سامحني كلمه، امي لتو مريضه، امي تدهورت حالتها بالباهي بالباهي خاطر ولدها لا تعرف ولا ميت لا حي. اخر معلومه عندكم عليه شنو؟ اخر معلومه عندنا من نهار 11 جانفي 2011 انه مشى ليبيا فقط. اخر مكالمه معناها. شنو قال لكم فيها؟ عند اخر تليفون عامله، انا اللي وصلت. انت وصلت وصلته وين؟ انا عرضته بن قردان وانا اللي وصلته بن قردان. وعلاش تهز فيه سامح؟ هو اخويا يعيش في ليبيا من عام 86. ايه حب يروح في الثوره نتاع ليبيا، عرضته انا لبن قردان وروحت بيه. والله حرت معاي تصدق اول مره نقول لك لا، قلت له علاش راجع عند ليبيا وكذا، يجي نقعدوا لهنا ونخدموا مع بعضنا ايتو. قال لي ما نجمش نعيش فيها البلاد على تونس. ها بالحرف الواحد قال لي البلاد ما عادش نجم نعيش فيها. بلاد اللي كلها تمسكي على الكلها بالحرف الواحد. وصلت من با 15 يوم وانقطعت معناتها اخبار. وعلى فكره اللي كان يتبع فيه سياسه، اللي كان عنده احزاب تبعها معناتها رئيس جمهوريه نفسه. ولد خوك انت وصلته العراق زاد؟ ولد خويا مش انا وصلته للعراق اللي تحكي فيه انت. انا سالت. انا ولد خويا ما عنديش باسبور اصلا. مالكش مشى للعراق؟ ولد خويا كان ماشي لسوريا. ولا عندي باسبور ولا يبات عندي هو اصلا. يحشم مني يقدرني يقول لي عميمي معناها. كان ماشي لسوريا؟ تليفون ايه. مشى للعراق؟ تكلم فيها بالتليفون. انت بعثته العراق؟ هو ماشي هو. انت قلت له برا العراق؟ شويه خليني نتكلم. هو ماشي تكلم فيها من المطار. عميمي بالله خلي تليفونك محلول. هل صحيح انه بعض الاخبار اللي خرجت انه فجر روح؟ والله تصدق لعندي المعلومه. هز واحد عراق التليفون قال لي انت عم بلال انا عرفت هالحكايه معناها. البقاء لله. تبع البرامج الرياضية ولا؟ وي دو تون زون تون وي. شنو رايك في الاحد الرياضي اليوم؟ معناتها كل مرة يتغير منشط. الاحد الرياضي ككل اللي يخطبوا فيها 10,000 ولتوا مازالوا يخطبوا فيها معناها. باهي مازلت تفرجوا، ما عادش شكون فيكم يتفرج في الاحد الرياضي؟ رشدي يتفرج في الاحد الرياضي؟ ما عادش. باهي أمينة. ياسمين. ليش تلزف؟ باهي زير. ما عندناش تلفزه. ما عندكمش تلفزه. مع انتم زوز مهم حقا. منال. ما نحبش الكوره الحقيقه. باهي. نحب الكوره ما نتفرجش فيها لحد رياضي. طيب. لم من وقت رازي القنزوعي الحقيقه ما عادش نتفرج. نتفرج اي نتفرج لحد رياضي سورتو اي نتفرج. نجموا نطوروا لحد رياضي بالكدا بويسك اللي هو اقوى برنامج زعما رياضي في تونس. هل هو فعلا اقوى برنامج رياضي؟ هيك تشوف تداول معناها برشا. انا مانيش ضد معناتها انيس الماجري توا والا قبله معناها اللي معز بولحيه ولا اللي قبله كل. اما حقنا نطوروه برا اخير من هكاك لحد رياضي. مثلا فما ركن مثلا ديما انا عندي عليه احتراز، ركن المافيولا اللي ما ياخذ تقريبا 20 مينوت. يتبدلوا ثلاثه مدربين من ثلاثه اربيترويت من اول سيزون توا في المافيولا. المشكلة مش في اللي يبدلوا ولا مش مشكلتي يعني يجيب ليبي معناتها بالعكس يجيب ليبي ولا تزيري ما عنديش مشكلة. أما كل وين يجيبوا ديزاربيتر باش يوريه معناتها أغلاط تحكيمية صارت في المباريات دائما يقول لك ما عندناش التصوير.
يا اخي راه العالم الكل يصور ب 16 و 32 كاميرات ما عندناش امكانياتنا كي ما عندكش امكانيات نحي والديه المافيول انت اي نحي امه هي بالرسمي ما تعمليش ركن مافيولا وديما ما عندكش التصويره تستغبى في المشاهد انت